مع الشبكه المغربيه لاقتصاد التضامن الاجتماعي. المشروع اللي فيه ثلاثه ديال الجهات ديال المغرب، هي الجهه ديال فاس مكناس والجهه ديال خنيفره بني ملال. هذا القطار هذا هو المناسبه ديال اليوم العالمي للمراه اللي دائما تيجي في 8 مارس. اجتمعنا اليوم باش نحتفلوا جميع بهذا اليوم هذا ومع المستفيدة ديالنا إطار هذا المشروع هذا، إطار هذه الجمعيات ديال الإتمام والإنتقال في المنطقة ديال أولا في الإقليم ديال التوريس. إذا في البداية تتوجه لكم الشكر الجزيل على التلبية ديال الدعوة ديالكم ديالنا باش تجيو اليوم باش نحتفلوا جميع. وكذلك الحضور ديالكم في هذا اللقاء اللي تيدور حول واحد الموضوع اللي هو اساسي، اللي هو الاستقلاليه الاقتصاديه والاجتماعيه للنساء، اي تحدي. كما ارحب بكم ترحيبا حارا في مفعم بالتقدير والاحترام داعيا المولى عز وجل لتوفيقنا جميعا لحسن الإبقاء ودقة الإصغاء وإدارة النقاش، ومن ثم استخلاص الدروس والعبر اللي غادي تسمح لنا على تحسين ظروف ديال المعيشة ديال المرأة، خاصة المرأة القروية. المرأة القروية خصوصا في القروية التي أعطت النموذج أعطت المرأة ويتبع. كما أغتنم هذه المناسبة الرمزية لأتذكر بكل فخر واعتزاز نساء هذه في يومها العالمي، وقفة إجلال لما تقدمه هذه الأخيرة يعني المرأة لولدات الرجل يعني النصف الآخر، ورباته إلى أن صار رجلا، وبالتالي هي سر ديال الوجود. هي سر الوجود الأول، هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي الإبنة، هي الفلاحة، هي الطبيبة، هي المهندسة، هي الصانعة التقليدية إلى آخره. لذلك كان لا بد من الاحتفاظ بما تقدمه هذه العظيمة من عطاء السنة في النجاحات ديالها، في الإخفاقات ديالها، في حسن الاجتهاد إلى آخره. 30 مارس بمثابة حفل نهاية موسم دراسي ودراسة نجاحي، كذلك النجاحات.